من ساكنه هذه المنطقه الامغاريه، لا انتمي الى حزب لا اي حاجه. المهم حنا جينا ان شاء الله هذا الوقت الاحتجاجيه امام مقر جماعه مولاي عبد الله اللي مطالبه بالتشغيل والاقصاء. حنا دابا حنايا انسان عنده 30 عام ما لا خدمه لا على دماغ، مزوج وعنده وليد ما لقى ما يجبد، مع الانسان ما عنده باش يعيش. والعكس كنشوفوا ناس اخرين كيجيو من مناطق اخرى غير المنطقه وكيخدموا، وحنا اللي ولاد المنطقه الاولى بالعمل ما كنخدموش. هذا الشيء علاش كنمشيو كنوقفوا كنمشيو كنفيقوا الصباح كنمشيو عند الشركات كنطلبوهم ونرغبوهم كيقولوا لنا خدمه ما كايناش، ولكن ملي كنجيو نشوفوا كنلقاو بانه خدموا ناس اخرين غير ابناء المنطقه. هذا الشيء حنا ما بغيناش نفهموا. هذا الشيء حنايا هذا الشيء حنا جينا اليوم هنا وقفنا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه باش نهضروا مع المسؤول باش يعطينا شي حل، باش يقول علاش ود مولاي عبد الله كاع ما كيخدموا، كاين الحق كاع عندهم ايام كاع ما يخدموا، كيمشيو عاد يقول لك سيروا سولوا ماشي كيدير لكم مع الجماعه كاع من حنا، ولكن حنا الاولى بالعمل، حنا شباب قادرين على العمل، عندنا الكفاءات ديالنا الحمد لله بكامل صحتنا بكامل قوانا نقدروا نخدموا، قادرين نعطوا الاضافه لهذه المنطقه وهذا فهمتي. حنا مستعدين نخدموا، حنا عندنا مسؤوليه، عندنا والدينا عندنا وليداتنا. انا كتشوف فيا عندي ابن وعندي امراه ولا خدمه لا ردمة كتسنى في بور امي يعطيني، راه ما يمكنش. الا كان شي بريكول راه غنقضيه، الا كاع ما كان لا بريكول راه ما عندي من ناكل اخويا. انا حنا هذا الرئيس خمس سنين تقريبا هو منتخب علينا، حتى حاجه ما شفنا منه صوتنا عليه كنا كنترجاو منه شي حاجه زوينه، ولكن دابا كما كتشوف على عينك شباب خير الشباب مولاي عبد الله خير الشباب للجماعه خير للشباب. لا تراه العمر بين 20 عام 30 عام ما لقاوش يخدموا، عيب كاع عيب. راه الناس راه الدراري قله من الكثير، راه بزاف ديال الدراري مساكن الظروف كاع ما صعيبهش يهبطوا معانا، راه باغيين يهبطوا باغيين انتم يدوبوا باغيين انتم يديروا اللي في جدهم انتم. ولكن اخويا لا اله الا الله مع هاد الناس هادو حتى حل ما غايديروا معانا، لقاو لنا حل. حنا عندنا مستقبل، حنا عندنا وليدات، حنا عندنا والدين فهمتي باغي نأملوا المستقبل ديالهم، باغي نقريو وليداتنا، باغي داكشي اللي عندنا حنا في الفقر باغينا كاع ما يعيشوا حتى هوايا. ولدي انا باغي نقريه فهمتي، باغي نقريه وباغي نوسطو ولكن في هذه الحاله هذه راه ما عندي ما ندير ليه، راه ما يمكنش. انا ما عندي فهمتي كنمشي كنفيق الصباح كنقلب على خدمه هذه كندير ما كنلقاش، راه ما عندي ما ندير. انا العي درتو الجهد ديالي درتو، درت اللي في جهدي باش نلقاو الحل مع هاد الناس وغادي معنا حتى حل. احنا اليوم السكان وشباب جماعه مولاي عبد الله تشرفنا اليوم اننا نديروا وقفه احتجاجيه منذ سنين وحنا ساكتين على هذا الشيء، سنين وحنا كيقمعونا. اليوم خرجنا لارض الوجود من اجل ماذا؟ من اجل التعبير، وحريه التعبير شيء مشروع في الدستور المغربي. احنا اليوم جينا كندو بالشغل، رئيس الجامعه ازيد من اربع سنوات هو كيوعدنا بالوعود الكاذبه، خوتنا والشباب ديالنا واصدقائنا هاجروا وحنا ما كنفكروش في الهجره، حنا العكس الا كنا هاجروا نفضلوا اننا نمشيو للقرقارات ونحرروا ولادنا، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. اهداف ديالنا واضحه وباينه هي اننا نخدموا. دقينا بيبان بزاف ديال الجماعه وللاسف ما استجبوش لينا. كتلاحظ ان السلطات ديال جماعه مولاي عبد الله السلطات المحليه ديال الاقليم الجديده قايمه معنا بواجب واقفه معنا، في ظل انك كتشوف ان المجلس والرئيس ديال المجلس وعدنا بوعود كاذبه كيقول لك كل عام حنا نخدموكم، وكيف كيعرف الجميع اننا كنتمو لاكبر حضيره صناعيه، كتلقى الدار فيها 15 16 دار العيانه فيها 10 ديال الناس وما خدام فيهم حتى واحد، المصدر الوحيد ديالنا هو البحر. حنا اليوم عينا بالبحر قتلتنا البروده، بغينا اليوم اننا نخدموا ندخلوا للسوق ديال الشغل، حنا كنتمو لاكبر حضيره صناعيه وبغينا نخدموا، وحنا يا شباب وباغي نفتحوا ديور وعندنا وليدات وعندنا بزاف ديال الحوايج، تابعينا مصاريف تابعينا شحال من حاجه بغينا نخدموا. مطالبنا مشروعه ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. المجلس هذا من نهار طلع هو الوعود الكاذبه، غتخدموا ما شفنا حتى شي حاجه. حنا بغينا اللي مدنا يد العون، الشباب كامل اللي كتشوف فيه الشباب كلشي عنده الكفاءه، اللي ما عندوش عنده ديبلوم، اللي ما عندوش والاغلبيه عنده راه عنده باك بليس 3 بليس 2 راك عارف. حنا بغينا الشباب خاص يعطيه فرصه في سوق الشغل، خاص يدخل يخدم، يعرف شنو هو يخدم، يعرف خاص يدخل لسوق الشغل ضروري. حنا الوعود كاذبه قتلونا فيها، دابا تخدموا جات الشركه تخدم ديال المكناس ديال البلاد ما خدموش نهائيا، ما تخشي واحد كيمشيو كيوقفوا كيجريو عليهم كيجيب لهم مخزن، ما عندكمش حق توقفوا، ما عندكمش حق تخدموا، علاش كيخدموا ديال المكناس حنا ما نخدموش؟ حنا الاولين خوتنا راه كيموتوا في البحر، دابا بغاونا حنا نمشيو نموتوا في البحر، انا غنطالبوا عليه غنموتوا هنا كنطالبوا على حقنا تنخدموا.
حقوا لينا ما حقوش لينا راه باش ما كان غنوصلوا حقنا غنوصلوا ليه. هادشي اللي كاين اخويا.